الحلقة اندفاعة قوية جميلة من علامة ال 1400 متر أجمل انطلاقة بتواجده المثلث الأحمر والأبيض الوحيد. يبدأ الانطلاقة القوية وشاهده متيمن مع محمد الحبيب الانطلاقة السريعة بجواره ومن خلفه الأسماء المتقاتلة. هنا وشاهد معايده عبر المسار الخارجي. يبدأ التقدم في ثاني المراكز والجواد الاحتياطي وعد الغريب في ثالث المراتب يحاول أن يتقدم في هذه اللحظات، بينما باتو أيضا يحاول أن يتقدم ورجازة رابعا مع شاهد داهي متيمن يتمسك بالصدارة بالشعار الأحمر يسابق هذه الأسماء القوية. يحاول أن يخطط أم هي جملة تكتيكية أم يسحب نفس الجياد ليشاهد الانتصار الثالث في سجله السباقي بقوة. يبتعد متيمن مع محمد الحبيب إلى المركز الأول بالشعار الأحمر. مشاهدين الكرام متيمن يبدأ الطيران بالشعار الأحمر وعبر المسار الخارجي يتقدم رصاص في ثاني المراتب. هل يدرك متيمن؟ ولكنه بقوة قسم الخطوة. محمد الحبيب بقوة عبر جواده. متيمن يتقدم بقوة إلى الصدارة إلى خط النهاية. متيمن ما شاء الله تبارك الله مستوى ونتيجة وحضور اللافت.